البداية لابد من أكد بأن السيدة لالة فاطمة ما شاء الله لوكيلي كانت أيقونة في ذاك الوقت في الديبار ديال القناة الثانية، في البداية ديال القناة الثانية كانت أيقونة ديال الصحافة المغربية، حيث أنها تبارك الله تمكنت من أنها تعمل بلاصتها في ميدي أنساد في التلفزة المغربية في دوزيم، وعش معنا عدت فترات كثيرة وكبيرة ديال التألق وديال التمييز، وكانت هي من ضمن الأوراق الرابحة ديال القناة الثانية أيام العز ديال القناة الثانية في البدايات ديالها. ما كيمكن لي إلا نقول لا رد لقضاء الله وقدره، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ربي يرزق الثبات عند السؤال وجعل ضريح روض من رياض الجنة. السيدة كانت كتحب الناس، السيدة كانت كتقدر الناس، السيدة كانت ران إشارة الجميع دائما خدومة ودائما يعني عندها واحد النوع ديال النكران الذات لا مادين ولا معنويين، وحمدنا الله وشكرناه من اللي مسكينة بغاها الله سبحانه وتعالى وتعبت بالخلال المرض ديالها. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ربي يجعل ذاك التعب ديالها كله بالمرض يكون لها مغفرة الذنوب. السلام عليكم. وكان دون أننا فقدنا واحد الاسم آخر من الأسماء المتألقة في مجال الإعلام، فاطمة لوكيلي اشتغلت معها منذ البداية الأولى في القناة الثانية اللي كانت في الأخبار، واحد القامة كبيرة بطبيعة الحال، تجربة اللي راكمتها من خلال تجارب أخرى سواء في الأولى سواء في ميتئة وفي العديد من المنابر، ولكن ميزاتها أو الميزة اللي كانت في القناة الثانية أنها أعطت واحد توهج للبرامج خصوصا البرامج الحوارية اللي حاورت من خلالها العديد من الشخصيات ياسر عرفات وأسماء أخرى، وكنظن أننا اليوم كنفقدوا واحد شعلة أخرى مبدعة في مجال الإعلام وفي مجال التمثيل والسينما، وكنظن بأنه ما علينا إلا نترحموا، هذا قدر الله ما عندنا ما نقوله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وعزاؤنا واحد في فقدان هذه الإعلامية والكاتبة والمواطنة المغربية اللي كانت دائما تؤمن بدورها في المجتمع، كانت صحفية متميزة لأنه كانت لها مرجعية ثقافية وفلسفية، وكان كل الأعمال التي كانت تقوم بها كانت في اتجاه تطوير المجتمع، في المرأة، في اتجاه تخليق الحياة، فبالتالي يمكن أن نعتبرها واحدة من أيقونات الإعلام المغربي. وكانت متعففة، لم تكن تبحث عن المناصب، ونفتقدها، وأتمنى أن تكون قدوة للجيل الحاضر من الصحفيات والصحفيين.